تزامناً مع حلول السنة الأمازيغية الجديدة، خرجة ميدانية لمصالح مديرية التجارة على مستوى الأسواق بمدينة باتنا للتفتيش ومراقبة أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ومدى توفرها خلال هذه الفترة من السنة. اليوم راه الحمد لله السميد راه متوفر، راه ديما كاين. الأيامات اللي فاتوا كان شوية ذبذب هكا، بصح الحمد لله راه متوفر بالأنواع كل. اليوم نشهد وفرة في جميع المواد الأساسية الضرورية للمواطن، حيث كان هذه الوفرة نتيجة عدة مجهودات وإجراءات متخذة من طرف الدولة ومصالح مدير التجارة. انخفاض نسبي في أسعار اللحوم البيضاء وزيادة في أسعار الخضر والفواكه. وصل حتى 56، فهمت؟ اليوم يدير 46، هاو اليوم يدير 46، لأن على واش؟ الدجاج حي يدير 34، الفلوس حي في نتاع يوم واحد يدير 21500، مازال ناقص، ماهوش يعني راه كاثر. المناسبة تاع يناير بالنسبة للخضروات فعلا زادت شوية، يعني زادت كي تروح الأسواق نوعا ما تلقاها معقولة، ولكن بالنسبة للمحلات في المدينة ثمن غالي. الإجراءات التموينية الجديدة التي اتخذتها مصالح التجارة على غرار الزيادة في حصة الولاية من المادة الأولية والمتابعة اليومية نتج عنها استقرار محسوس في الأسواق.